سلام سلام البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبعافيه. كي لحقكم هذا الفيديو، انا ولا لاباس الحمد لله، في نعمه. انا ها جديد وفيديو جديد حبيت نبارطاجيه معاكم. كما راكم تشوفوا البنات، الفيديو بديت لكم بهذا الشتيوه الشابه شابه، بابا ماشي شتيوه شتا، كان دايره حاله. انا كنت تقريبا 6:30 7 غير هكا، كان غير مخرج راجلي راح يخدم، وكي شفت الحاله كشباب قلت خلينا نبدا لهم الفيديو بهذا كما يقول لك المناظر الشابه تاع الشتاء اللي كنديرها حاله، على بالك تكونوا توحشتوها ونستبشروا خير بها. امطار كما يقول لك خير ان شاء الله، ولكن نتوما كي تشوفوها كشتاء ما تخلعكمش، تقولوا بالك راه البرد عندهم في الماريكان ولا انه ما كان لا برد لا والو، جست الحال راهو كارثه. كات سيزون كما يقول لك، راكم تشوفوا صباح كان شتاء، هنا كان تقريبا 10 ولا 11 ولا 11:30، شوفوا كيفاش طلعت الشميسه والحال شباب، وكما يقول لك العصافير تزقزقوا والصيف يعني واش نقول لكم، راه الجو ما تعرفولوش كامل، لان الشتاء يعني كما قلت لكم في النهار عندكم كات سيزون، عندكم الشتاء وتشوفوا السخانه وتشوفوا البروده وتشوفوا الريح وتشوفوا كلش. قولي نتوما البنات في لي كومونتير كيفاش راه الحال عندكم في البلاد، اسك مازال عندكم هذيك الموجات تاع السخانه ولا يعني الحال راهو نص نص. المهم البنات، على بالي راني مغيبه عليكم شويه، اعذروني اعذروني اعذروني، على بالي راني نتفنين بزاف، ما مع بكم دفا ما نصور الفيديو، يعني كون صورته ما واحد نتوما ديروا لي المونتاج. الله غالب سمحوا لي، على بالي راني مطول عليكم. وكما راكم تشوفوا البنات اليوم الروتين تاعي بديت لكم بالغسيل تاع الحوايج تاع ياسين، بون ماشي تاع ياسين، تاع وليدي زينو، وليدي الصغير بالي بالك راه يشوف الفيديو تاعي لاول مره. انا عندي زوج اولاد، واحد الكبير اسمه ياسين ولا سيفاكس، عنده زوج اسماوات قريب يدير 4 سنين، والبيبي تاعي الصغير اسمه زين نعيطو له زينو، راهو 7 شهور الله يبارك ونص. هنا كما قلت لكم انا شوفوا البنات حوايج زينو نوصلهم له في الدار، ودائما عاود نحكي لكم الحكايه هذيك باللي حنا هنايا انا شخصيا وين نسكن يعني في داري ما عنديش لا ماشينه لافي، والغاشي يعني نسكنوا في امريكا، على بالهم باللي صعيب ماشي قاعد الديار تلقى فيهم ماشينه لافي، كيما انا ممنوع يعني ما قدرش ما نشري هذيك اللي هذيك اللي تغسل وتنشف شويه كيما تاع البلاد هذيك، سي انتردي. دائما البنات يستقسوني يقول لك كيفاش سي انتردي، سي انتردي هكا سينيت في الكونترا باللي ممنوع نشريها. دونك البنات حنا نغسلو حوايجنا برا، مي الحوايج تاع وليدي زين ما نغسلهمش برا، كو على بالكم برا ما تعرفوش كاع شكون اللي غسل فيها، وكيما كبار نورمال يعني نلبسو عادي، مي كيما البيبي صغير الواحد لازم يحذرو. دونك انا البنات نغسل بيدي. راح تقولي ثاني ديك حياة علاش ما شريتيش هذيك الماشينة لافي اللي تضر بزاف باختو، هذيك شغل تاع هذيك الصغيرة هذيك اللي تغسل الحوايج خفاف وكلش. راح نقول لكم البنات بلي ما تساعد نيش. شوفوا البنات انا وليدي كي كان صغير هكا غير بالحليب وكلش، صح ما كانش يوسخ حوايجو يعني تقدري تشليهم برك ولا ما هذيك الماشينه تساعدك، مي كي بدا ياكل الله يبارك ولا يوسخ بزاف حوايجو، سيرتو في هذاك الكول كي موريت لكم في الديبي تاع الفيديو. وصدقوني البنات لو كان نغسلهم بالماشينه بلا ما نحكهم بيدي ما يخرجوش كيما يقول لك، يبقاو هكاك موسخين. سي بوغ سا راكم تشوفوا البنات راني بهذاك الوسموم بهذاك الصابون تاع الحجره بزاف هايل، صابون تاع البيبي وقت شراو لي راجلي من دولار جريم ولا من سي اتش مارتي وانا مش فيت، مي هايل يحكو فيه ريحه شابه. قلت لكم سما لازم نحك بيدي بالصابون باش يتنحاو لي هذوك لي طاش تاع الماكلة كي ياكل، سينو يعني البنات ولا لو كان ديرهم في هذيك الماشينة ما راحش يخرجوا لي. سي بوغ سا جيتي با انتيريسي كاع بهذيك الماشينة، قلت خلي نغسل بيديا واش كتب ربي. ابخي كي يكبر من العام للفوق ما نكذبش عليكم وانا نغسل حوايجو عادي مع حوايجنا الاخرين. هذه هي البنات غسلتهم حكيتهم تخي بيا تخي بيا كما قلت لكم، سيرتو الكول هذاك شللتهم ابخي شرتهم. وهنا رحت البنات ندير الغدا، شوفوا طيبت واحد الاكله خفيف ظريف بصح بزاف 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 بنينه. قولي البنات اسكو نتوما طيبوها، تقلوا الفريت نتاعكم نورمال وديروا صوص روج هكا غير بالثوم وطوماطيش تاع لباطا برك، وتمرقوا يعني ما فيها والو، ملح فلفل كحل، تمرقوا وتخلوها هكا تبقبق شويه ولا تغلي شويه. من بعد تجيبوا ديك الفريت تاعكم البنات وديروها لداخل، عباكم واحد البنه بنه بنه اسطوريه. شوفوا انا عندي شحال ما طيبتهاش، جاتني هكا في راسي، هذه كنا نطيبوها بزاف كي كنا في الدار حنا ولا غنزوتو، شكون نسموها هكاك
قولوا البنات اتاكدوا ما نتوما ديروها، تقلوا البطاطا وديروا اون صوص كاروج ابخي ديروها لداخل، كاين شتهم يديروا لها البيض من الفوق ابخي، انا ما نديرهاش البيض، حنا هكا ناكلوها يا البنات، بنة عظيمه 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 ودقيقه طيب شغل، راكو طيبوا الفريت من جهه وراكو اممتا توجدوا في هذيك لاصوص، ديك لاصوص واقل ميم با 5 دقائق راهي واجده، وهذيك النتيجه النهائيه البنات. كما يقول لك عسل، تعرفوا شنو معناتها عسل، ديك المرقه تجعها قدا وشابه عسل ديجا دوكا البنات، كان نشوف فيها برك سكتو برك ولا غير شهاتني، وقلت نديرها تقريبا يومين على بعضهم وانا ندير فيها شغل خلاص حكمت عليا. سيوها البنات وقولوا لي واش رايكم، الا ما طيبوها وقولوا لي اسك طيبوها، قولوا لي واش تسموها ثاني ديك. انا البنات مع العشيه كان راجلي جا كتوقع للخمسة الخمسة ونص هكا الستة، جا بقضية هكا خفيف، شوفوا زي وليدي ياسين هبلنا على الشيبس، عندي شحال من نحيتو له معاود ولا له في راسو، كل ما يعيط لبابا جيب لي الشيبس جيب لي الشيبس، قال لي هاي ما خليلوش في خاطرو، جاب له هذاك وجاب لي ثانيتك البن، البن اللي نستاهلكو بزاف البنات في الصيف هكا دي فوا كيما ما نلقاوش واش نطيبو ما نلقاوش واش ناكلو، ندير له هاد اللي بغي طعام بالبن دونك ندير له طعام. واش جبت ثانيتك الحليب هذاك الجو تاع ياسين اللي مت عليه تاع المانجو، انا شويه اللي فروي عندك سوريز بنان كيوي، شوفوا انا ولا ما نكذبش عليكم ما جايني على والو في هذا الصيف، والله ماني ناكل مانيش ناكل كامل، وحنا ما نكذبش عليك الفاكهه الوحيده اللي رانا نستهلكوها بزاف 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 هي الدلاع، ما تيماجينوش راجلي شحال راه مضروب على الدلاع، ماشي من قبل ما يبدا ملي بدا الصيف، من قبل ما يبدا الصيف وهو تقريبا يوم يوم بيوم يجيب دلاع دلاعه. واش نقول لكم صح، تقولي حيت اسك الدلاع عندكم بنين ولا ماشي بنين، شوفوا البنات كي عندكم في البلاد دي فوا يطيح لكم هاي البنين دي فوا، ولا الحبه خساره كيما نشروها كيما نرموها، سورتو انا راجلي يجيب حبات كبار كبار، نقولوا جيب غير حبه صغيره هكا باش كي نلقاها خساره كي شغل ما تغيرناش كي نرموها. هذه هي البنات قلت لكم انا نكونسومو بزاف الدلاع. من بعد البنات انا فرست هذوك القضيان رابيدمون، يعني قضيان خفيف ظريف ماشي حاجه بالكثره دي فروي، قال يا راجلي يلاه واش دير روحك باش نخرجوا، كانت عندنا خرجه مع واحد لافامي هكا يعني عائله جزيريه هكا صحاب راجلي، قال يلاه بدلي وبدلي لولادك ويلا نخرجوا، قلت هذيك هي. شوفوا انا البنات والله ماني كان نقدر نخرج في النهار يعني في الصباح سخانه بزاف، يعني لو كان ماشي يكون هكا حاجه ضروريه كش رونديفو عند طبيب تاع الاولاد ولا ما باش انا خرجه ضروريه ابغى ما نخرج ما نكذبش عليكم، مي هكا الخرجه تاع الليل انا بغيهم نبغيهم. شوفوا هنا البنات كان تقريبا قريب تغرب قريب المغرب، كان تقريبا سبعة سبعة ونص هكا كان قريب تغرب، دونك هنا كنا ثم كنا في الطوموبيل حبطوا في نص الطريق قال لك نروحوا نشرو كاش حوايج تاع تبنات بس كانوا فيها دراري في اللعب، على بالكم دراري في شقيقه يقولوا انا جيعانين جيعانين اقضاو رجال ابخي، رحنا البنات لواحد البارك بزاف بزاف شباب ماشي بعيد علينا، جاي هنايا في السيتي جاي السيتي واسمو ليبرتي ستيت بارك البنات، هذا البارك بزاف بزاف شباب راني صورت لكم فيه عباكم سختو هكا مع العشيه في الليل، هنا قلت لكم كيما قلت لكم كان قريب تغرب، هو ما في النهار يعني يكون هذا البارك شباب بصح في الليل هكا كي تبدا تظلم يكون عنده واحد الشارم وحده. كما قلت لكم البنات هذا البارك قريب ليا تقريبا ميم با 20 مينوت هكاك في الطوموبيل، والله يبارك جاي كبير 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 واسع كراف يعني وين يبان مع داك البارك اللي جاي قدام الدار اللي المفروض نصور لكم فيه، وشوفوا فيه كلش، فيه وين تريحوا وين ديروا بيكنيك وين ديروا باربيكيو، كاين بلاي جراوند وين يلعبوا ولادكم، لا راكو يعني تحبوا ديروا سبور كاين وين تجرو كاين وين تمشوا بالفيلو، يا ودي كاين كلش 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 واش نحكي لكم. وثانيتك الحاجه الشابه سكا عنده لافي على منهاتن، وعنده ثانيتك قدامه ريفر الهاتسون ريفر، وشوفوا لي البنات هذا المنظر الجميل تاع الغروب ما شاء الله ما شاء الله، منظر يعني روعه
وهذا اللي كنتو فيهم في الحشيش كامل هذوك الوز والبط دايرين حالة حالة معمرين. وشوفوا الناس معمرة والطنوبيلات معمرين يعني ساسفوك الغاشي يعني يجو ليه بزاف. راحة كما قولك راحة نفسية كما تلقاش وش ديري كامل تجي لهنا، ما تروحي ني مول ما تروحي ني ديري شوفين ني والو، اروحي لهنا كما يقولك تتنفسي بيا. وثاني ديك البنات واحد البرودة ما تيماجيني، وش حنا في الدار واحد السخانه يعني كما تشعيش كليماتيزر ما تحمليش يعني تقعدي في الدار. ما يخرجش برا قلت له رجلي او قلت له سبحان الله هذيك السخانه كاع هنا الحال رحمه ربي واحد البروده هايله هايله هايله. هذيك لابارتي لي مولف نروحو نشرو منها التيكيات باش نروحو لاساتي دو لا ليبرتي، وهاوليك العلم تاع امريكا يورفريب، وهاوليك لافي الشابه 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 كامل على منهاتن. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش حنا يعني اول ما يشوفوا ولا احنا وين نسكنوا جايين تقريبا متلاصقين مع منهاتن، وهنا البنات ثاني تيك واحد المنظر البنات روعه روعه روعه. هذا ماشي بحال البنات، هذا ريفر سموها سون ريفر كما يقول لك على مد النظر. شوفوا روعه روعه. هي انا ما كنتش حابه نمشي، كنت حابه نحكم كرسي نريح، بس هنا كاين كاع الكراسي قدام الريفر. شوفوا مليحه واحد يحكم بلاصه ويريح. مي حنا مع الذراري كل شيء كنا حابين نروحوا قالك نروحوا للبلاي جراوند نلعبوا، يا يعني نروحوا للبارتيه وين كاين الالعاب تاع الاولاد عتو. المهم البنات دوزنا وقت بزاف شباب، دينا هكا حوايج تاع البنات جوازز لي جو شيبس حلاوي شوكولا جبنا كله. شوفوا لا في البنات انا كنا من الجهه وين نلعبوا الاولاد قصرنا الحين على خاطرنا تبردنا. وش نقول لكم روعه، مكان روعه يعني اللي يسكنوا هنايا ننصحهم باش يجوا يريحوا فيه سورتو في الليل، يعني ما كاش كاع السخانه البروده الغاشي تلمو واسع يعني ما تحسوش باللي فيه. هو صح فيه الغاشي مي تلمو واسع شغل كل واحد وين ما تلقاش الغاشي قدامكم. حبيباتي هذا هو الفيديو، شاركت معكم هكا خفيف ظريف، ما قدرتش نشارك معكم كل شيء هكا باش ما تكرهوش ويجي الفيديو خفيف و وهكا يعجبكم. ما تنسوش تخلي لايك وتخلي الكومنتار وتبارطاجي لا فيديو، ونحبكم بزاف حبوباتي الزينات، وتهلاو في روحكم وعلى بخوشين ان شاء الله. باي باي.